فيلم بانيك روم من إخراج ديفيد فينشر. الفيلم بيبدأ مع واحدة اسمها ميج ألتمان اللي لسه مطلقة حديثا. نقلت هي وبنتها سارة البالغة من العمر 11 سنة لمبنى جديد في مدينة نيويورك مكون من 4 طوابق. صاحب البيت السابق وهو مليونير منعزل كان باني أوضة خاصة جوه البيت عشان يحمي الساكن فيها من أي حرامية أو متسللين. الأوضة متصممة من الخرسانة والفولاذ وفيها باب صلب يستحيل الدخول ليها إلا من خلال باسورد معقد، وكمان في نظام أمني شامل مزود بكاميرات مراقبة وخط تليفون منفصل ونظام بي اي عشان اللي جوه الأوضة يقدر يتكلم من خلال مكبر صوتي لكل مكان في الشقة، واللي من بره هيكون واقف قدام مراية مش عارف ايه اللي وراها. وفي أول ليلة الميج وسارة في البيت مع بعض احتفلوا بمناسبة البيت الجديد، ومنعت سارة من إنها تكتر من البيبسي بسبب مرض السكر المصابة بيه. ولما خلصوا دخلت سارة لأوضتها ورجعت ميج تفضي الصناديق وهي بتفتكر حياتها القديمة وبتأمل إن دي تكون بداية أفضل. وبعد ما نامت اقتحم البيت 3 رجالة، أولهم هو جونيور وده يبقى حفيد صاحب البيت السابق، تاني واحد هو بورنهام وهو موظف في شركة الأمن المسؤولة عن أمن المبنى نفسه، والأخير هو راؤول وده سفاح مختل جابوا جونيور معاهم في المهمة جايين عشان يسرقوا أوراق رسمية وسندات نتشال في خزنة تحت الأرض جوه أوضة العزل الخاصة، وجونيور عايز الأوراق دي ليه ومش عايز يشاركها مع باقي العيلة لما الجد الكبير يموت والورث يروح له هو. كان فاكر إن التوقيت ده مش هيكون في حد في البيت ولسه السكان الجدد ما نقلوش، لكن اتفاجئ لما عرف بوصولهم. قرر بورنهام إنه يلغي العملية مع ظهور الأحداث الجديدة ورفض إنه يخاطر بحياتهم، لكن جونيور أقنعه إنه يكمل العملية وإن المبلغ اللي جم عشان يسرقوه يستحق. صحيت ميك في الليل اول ما جهاز الانذار اشتغل وبالصدفة شافت التلات رجالة على الكاميرات الامنية، اترعبت ومصدقتش اللي بيحصل فجريت ناحية سارة صحتها وسمعوها بتجري فراح وراها. حاول راؤول يمسكها لكن هربت ودخلت الاسانسير الخاص وشافت جونيور، وبورنهام رفض انه يتدخل ويأذيهم. خدتها ودخلوا بسرعة غرفة العزل، ولما اكتشفوا ان المكان اللي استخبوا فيه هو نفس المكان اللي جايين عشان يسرقوه كانت المشكلة الكبرى. ولما حاولت ميج تتصل بالشرطة ما قدرتش لان خط التليفون طلع مش متصل ومش عارفين هما جايين عايزين ايه، فاتكلمت معاهم من خلال المكبر وهددتهم ان الشرطة على وصول، لكنه فهم خدعتها وعرف ان نظام الاتصال مش مباشر للشرطة. وطول الوقت راؤول بيتصرف بغرابة من غير ما يتكلم، بدأوا يفكروا يتصرفوا معاهم ازاي ميجو بنتها في امان بعيدة عنهم، ورغم ذلك كانوا مرعوبين. حاولوا بغبائهم انهم يكسروا الاوضة من تحت ولكن بورنهام سخر منهم. سمعت ميجو وسارة ناس على الناحية التانية من الاوضة فبدأوا يصرخوا ويطلبوا مساعدة لكن محدش سمعهم. اكتشف بورنهام بذكاء مكان فتحات تهوية ورا الحيطة وهما من جوه مش عارفين بيعملوا ايه، وسارة حاسة انهم هيقدروا يدخلوا والباب مش هيمنعهم، وعشان الحرامية يجبروهم على الخروج صرف بورنهام غاز البروبان في فتحات التهوية جوه الأوضة ولكن بنسبة محددة عشان يخوفهم وما يقتلهمش. أما راؤول اللي مش طبيعي بكل سعادة قرر إنه يزود النسبة بشكل خطير. بدأت ميج وسارة ينهاروا من الغاز مش قادرين يتنفسوا وقريب هيموتوا. حاولت ميج تسد فتحات التهوية لكن مفيش نتيجة وملقتش حل تاني للتخلص من الغاز غير بحرقه، فاتغطت هي وسارة ببطانيات مقاومة للحريق وولعوا فيه، والنار وصلت للجانب التاني ومسكت في جونيور وحرقته واتصاب بشدة. حاولت ميج اكتر من مرة وهم في حالة خوف شديد انها تطلب المساعدة، فقررت انها تستنى لما يبعدوا عن الاوضة وتخرج تجيب تليفونها. واول ما تأكدت انهم بعيد خرجت بسرعة ودخلت الاوضة لقيتها مقلوبة بتدور على الموبايل ومش لاقياه، وهم تحت بيتخانقوا مع بعض. مدت ايدها تجيبه من تحت السرير وبالغلط وقعت اللمبة وسمعوا الصوت، جريوا ناحيتها وسارة خايفة ما تلحقش ويمسكوها. جريت ميج بأقصى سرعة ودخلت قبل ما يمسكوها وكان معاها الموبايل، ولكن للأسف مش لاقية إشارة، وهم برا عرفوا إنها أخدت الموبايل لكن اتأكد إنها مش هتوصل لأي حد من جوه، وجونيور خايف يتقبض عليهم ويدخل السجن. دخلت ميج لكابينة سلوك التليفون بتحاول توصل للسلك الرئيسي، وبورنهام حاسس إنها بتعمل حاجة وفهم، وقدرت في النهاية إنها تسحب السلك الرئيسي اللي هم نسيوا يقطعوه، وربطت التليفون بالخط الرئيسي واتصلت بزوجها السابق ستيفن عشان يروح لهم وينجدهم. ولكن للأسف قبل ما تفهموا كل حاجة قطع الحرامية الخط الرئيسي فانتهت المكالمة فجأة. ميج متأكدة انه سمعها وانه اكيد هيجي، ولكن سارة شكة وقالت لميج انها بدأت تجوع وتدوخ ومعاد الحقنة قرب. وبعد محاولات كتيرة من التلاتة انهم يخترقوا الأوضة فشلت كل محاولاتهم لان الأوضة متحصنة بكل الطرق.
اكتشف جونيور انهم خلاص مش هيقدروا يدخلوا، وبعد ما ورطهم معاه عايز يمشي. حاول يديهم مبلغ تافه لكن وقع بلسانه وقال حاجة عن المبلغ اللي جايين يسرقوه، فهمتهم ان الخزنة فيها اكبر بكتير من اللي قال لهم في البداية عليه. اتخلى جونيور عن السرقة وقرر يوقف، وهم عايزين يعرفوا فيها كام بالظبط. قرر بورنهام انه يفضل ويسرق المبلغ ويقسمه مع راؤول، وبعدها هيدوروا عليه ويقتلوه. وبرغم ان كلامه كله تهديد فاضي، لما حاول جونيور انه يمشي ضرب راؤول النار عليه بشكل مفاجئ وقتله، واجبر بورنهام انه يكمل عملية السرقة، فاضطر انه يطيع اوامره بعد ما شاف مدى جنونه واللي ممكن يعمله. وصل ستيفن للبيت، واول ما دخل اخدوه رهينة فورا، ضربوا راؤول بعنف لحد ما نزف، وحطوا قدام الكاميرا عشان ميك تشوفه مصمم انه يخرجهم ويسرق الفلوس. وده كان من ناحية، ومن ناحية تانية سارة بتعاني من مرض السكر، وفات معاد حقنتها وبدأ يجيلها نوبة صرع، والحقنة بتاعتها موجودة في اوضتها. ولما عرف راؤول انها محتاجة تخرج ضروري، بدأ يخدعها ويقنعها انها هتكون في امان وانه مش عايز يأذيها، هو بس عايز الفلوس تقدر تخرج من غير ما يقرب لها بشكل مؤقت. ربطوا ستيفن وحبسوه، وفعلا خرجت ميج، وكان راؤول بعيد زي ما اكد لها، وهي بتاخد المعدات الطبية من الاوضة. دخل بورنهام الاوضة ولقى سارة شبه فاقدة للوعي، لكنها شافته وعرفت خدعته. كانت خطتهم من البداية يخرجوها ويدخلوا الاوضة يخرجوا الفلوس. حاولت ميج ترجع لاوضة العزل بسرعة، لكن راؤول كان نصب لها كمين، صرعت عشان تهرب منه لما حاول يمسكها، زحته وقع جوه الاوضة. اتصرف بورنهام بسرعة وقفل الباب عليهم، فرمت شنطة الادوية دخلتها الاوضة قبل ما الباب يقفل، وقفل الباب على ايد راؤول وبدأ يصرخ، وميك بره بتخبط وتصرخ خايفة على بنتها. ومنعوا بورنهام من فتح الباب عشان يكملوا المهمة، لازم يستحمل. بدأ يتكلم معاها وامرها ترمي السلاح، السلاح الوحيد اللي كان معاهم، صرخت فيه وقالت له يديها الحقنة بسرعة، وكل ما بتخبط على الباب راؤول بيتعذب. فامرها بورنهام تنزل تحت، ولما شافها في الكاميرا فتح الباب دخل ايد راؤول وقفله تاني. وسارة ساعدت بورنهام اللي متعاطف معاها انه يديها الحقنة. هدد راؤول ميج انها لو خرجت او بلغت الشرطة بنتها هتموت، وبدأ بورنهام في الحفر، وستيفن مضروب مش قادر يتحرك. وبعد ما ستيفن كان متصل بالشرطة، وصل اتنين من الضباط للمبنى عشان يطمنوا عليهم، لكن عشان تحمي سارة كذبت على الضباط واقنعتهم انهم بامان وكل حاجة كويسة، فسابوهم ومشيوا. كملوا عملية السرقة وفتح بورنهام الخزنة، ولقوا فيها اوراق بقيمة 22 مليون دولار لحاملها. ولما اخدوا الاوراق وكانوا بيستعدوا للخروج استخدموا سارة كرهينة، لكن عملت لهم ميك كمين، واول ما خرجوا ضربت راؤول بشاكوش تقيل جدا وقع لحد بير السلم. جري بورنهام عشان يهرب، لكن راؤول العنيد رجع تاني وهو بينزف، ومسك ميج وضربها وكهرها. ستيفن بيزحف بصعوبة شديدة عشان يلحقها لكن مش قادر، وضرب سارة لما هجمت عليه، ومسك نفس الشاكوش التقيل وهو بيستعد عشان يضربها بيه ويقتلها، لكن فجأة اتقتل. سمع بورنهام صراخ سارة فرجع عشان ينقذهم، وضرب نار على راؤول ومات. وصلت الشرطة، وبنفهم ان اسلوب ميج الغريب معاهم في المرة اللي جم فيها كان غريب لدرجة انهم اتنبهوا وشكوا ان حاجة غريبة بتحصل، وقبضوا على بورنهام لما حاول يهرب، ووقعت منه السندات المالية وطارت في وسط الريح بعد كل اللي حصل. وانقذوا ميج وسارة وستيفن، وبعد ايام اتعافت ميج وسارة من محنتهم وبدأوا يدوروا على بيت جديد. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.